أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من القصر إلى الأسر، هذه الجملة يمكن أن تلخص لنا حكاية حلقتنا هذه التي نتحدث فيها عن شاعر عباسي شهير هو علي بن الجهم وتجربته مع السجن وما قاله في هذا السجن من أبيات لطيفة استطاع أن يبتكر فيها كثيرا من المعاني الجميلة. وقبل أن أحكي قصته أحب أن أروي قصة مشهورة متداولة في كتب الأدب مرتبطة بعلي بن الجهم، فإنهم يقولون أن علي بن الجهم قدم من البادية على أمير المؤمنين، وأنه كان رجلا لا يعرف إلا البادية وما فيها، فلما قدم على أمير المؤمنين يريد أن يمدحه قال له: أنت كالكلب في الحفاظ على الود وكالتيس في قراع الخطوب، يعني يريد أن يصفه بالوفاء وبالشجاعة، فليس حوله إلا الكلاب والتيوس وما إليه، فقال: لو شبهناه بالتيس يكون شيئا عظيما. فقال: أنت كالكلب في الحفاظ على الود وكالتيس في قراع الخطوب، أنت كالدلو، الدلو هذا الذي يغترفون به الماء، هو عند العرب رمز الحياة لأنهم يأتيهم بالماء الذي به قوام حياتهم، فعنده أنه رمز الخصب، فيقول لأمير المؤمنين: أنت كالدلو، لا عدمناك دلوا من كبار الدلا، ليس من صغارها إنما من الكبيرة التي تحمل الماء الكثير، أنت كالدلو لا عدمناك دلوا من كبار الدلا عظيم الذنوب. فلما سمع جلساء الخليفة هذا الكلام كادوا أن يبطشوا به، لأن ما هذا الخطاب يخاطب بمثله أمير المؤمنين؟ فقال: دعوه فإنما وصف ما رأى، ولكن اذهبوا به إلى قصر كذا فروحوا عليه بالطعام والشراب وما إليه، ثم عودوا به إلي بعد أشهر. فرجع بعد أشهر فإذا هو ينشد بين يدي أمير المؤمنين قوله: عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. وهذه القصيدة هي لعلي بن الجهم بلا شك، فهي في ديوانه، ولكن القصة على هذا الوجه لا أظنها تصح، فإن علي بن الجهم لم يكن من البادية أصلا، بل كان ابن حاضرة، وقد كان أخوه من قبله جليسا للخلفاء والوزهاء. ولكن الفكرة التي تضمنتها وهي أن الإنسان إنما يصف أو يتكلم في شعره بما يعرفه في بيئته صحيح، ولها شواهد أخرى، منها أن بعض الشعراء أراد أن يمدح أميرا انتصر على أعدائه، فقال له: فكانوا كفأر وسوسوا خلف حائط، أي أعداؤك، وكنت كسنور عليهم تسلق، مثل قطة قفزت عليهم فأتت عليهم. المهم، علي بن الجهم رحمة الله عليه كان من جلساء المتوكل أمير المؤمنين، بل كان من خواص جلسائه ومن المقربين إليه، وكان أمير المؤمنين يسر إليه بخاصة نفسه حتى بما يكون بينه وبين زوجه من مشكلات أحياناً. وكان في علي رحمه الله اعتداد بالنفس وشيء من البأو، فضاق به من حوله من جلساء الخليفة، وضاقوا بقربه من الخليفة فوشوا به، وأكثروا من الوشاية عند المتوكل، وقالوا: هذا الرجل يرى نفسه خيرا منك، وهذا الرجل كذا، وهذا الرجل كذا، وهذا الرجل كذا. فما زال هؤلاء الجلساء، جلساء المتوكل بأمير المؤمنين، حتى تغير على علي بن الجهم وأمر به أن يسجن، وظنوا أنه إذا سجن فسوف يكون ذلك نهاية أمره وقضاء عليه، ولكنه فاجأهم بأن صنع وهو في قلب السجن قصيدة عجيبة ملؤها الفخر وملؤها الكبرياء. قال عنها بعض الأدباء: ما صنع شاعر في سجنه قصيدة خيرا منها، وكأنه تهدى إلى كل ما هو قبيح في السجن فجعل فيه معنى حسنا. يقول رحمة الله عليه: قالت حبست فقلت: ليس بضائر حبسي، وأي مهند لا يغمد. ويهمني أن تتأملوا معاني هذه القصيدة، فهو يقول إنه مثل السيف الذي أدخل في الغمد، ودخول السيف في غمده ليس عيبا، وإنما هو استجمام وراحة حتى يخرج بعد ذلك للقتال. قالت حبست فقلت: ليس بضائر حبسي، وأي مهند لا يغمد. أو ما رأيت الليث يألف غيله كبرا، وأوباش السباع تردد. يقول: الليث من عادته أن يبقى في عرينه، والكلاب هي التي تنطلق في الشوارع وتسرح وتمرح، فكأنه جعل نفسه في سجنه أسدا، وجعل الوشاة به في حريته مثل هذه الكلاب الضالة. أوما رأيت الليث يألف غيله كبرا، وأوباش السباع تردد، والشمس لولا أنها محجوبة عن ناظريك لما أضاء الفرقد. كأنه يقول: أنا كالشمس إذ أنا في المجلس
لا قيامة لكم ولا ضوء لكم، فهذا الدخول إلى السجن هو بمثابة إعطاء الفرصة لكم فقط ليبدو لكم شيء من البريق مؤقتا. والشمس لولا أنها محجوبة عن ناظريك لما أضاء الفرقد والبدر يدركه السرار أي المحاق، فتنجلي أيامه وكأنه متجدد، والنار في أحجارها مخبوءة لا تصطلى ما لم تثرها الأزند، والزاعبية لا يقيم كعوبها إلا الثقافة. الزاعبية الأمر يحتاج إلى بعض الشرح، هي الرماح، والعرب حتى تصنع الرمح تأخذ الغصن من الشجرة فتعرضه على النار وتضربه وكذا حتى يستوي، فيسمون هذه العملية التي يخرج بها الرمح مستويا ثقافا. فلا يمكن أن يكون الرمح رمحا إلا إذا ثقف وتعرض لهذه القسوة الشديدة. يقول أنا أيضا هذا السجن وهذا البلاء هو بالنسبة لي تثقيف حتى أكون في النهاية مثل هذا الرمح الصلب الشديد. والزاعبية لا يقيم كعوبها إلا الثقاف، وجذوة تتوقد. ثم توجه بالخطاب بعد ذلك إلى أحمد بن أبي دواد وهو أحد وزراء الخليفة، فقال له: يا أحمد بن أبي دواد، إنما تدعى لكل عظيمة يا أحمد، بلغ أمير المؤمنين، ودونه خوض العدا ومخاوف لا تنفد، أنتم بني عم النبي محمد أولى بما صنع النبي محمد، أمن العدالة يا ابن عم محمد، انظر خطابه المستعلي للخليفة، أمن العدالة يا ابن عم محمد، خصم تقربه وآخر تبعد، لو يجمع الخصمين عندك مشهد يوما لبان لك الطريق الأقصد. ثم قال بعد ذلك: والسجن ما لم تغشه لدنية شنعاء نعم المنزل المتورد. وتأملوا الآن كيف صور السجن وكأنه قصر. والسجن ما لم تغشه لدنية شنعاء نعم المنزل المتورد، بيت يجدد للكريم كرامة ويزار فيه ولا يزور ويحفد أي يخدم. يقول يكفي أن الناس يزورونني وأنا لا أتحرك لزيارة أحد، وأنه يؤتى لي بالطعام ويؤتى لي بالشراب. لو لم يكن في السجن إلا أنه لا تستذلك بالحجاب الأعبد، فلئن بقيت على الزمان وكان لي يوما من الملك الخليفة مقعد، واحتج خصمي واحتججت بحجتي لغلبت في حججي وخاب الأبعد، ولئن مضيت لقلما يبقى الذي قد كادني وليجمعن الموعد. وهكذا خرجت هذه القصيدة من تحت بوابة السجن إلى أولئك الوشاة، فجن جنونهم، هم سجنوه من أجل أن يكسر من بأوه واستعلائه، فإذا به يكون في سجنه أشد علوا وكبرياء. فاجتمعوا ماذا يمكن أن يفعلوا فوق هذا، فرأوا أنه إذا سجن في سجن منفرد لعله أن تلين عزيمته، فما زالوا بالمتوكل حتى أمر به فأفرد في سجن، وظنوا أنهم قضوا عليه، لكنه عاجلهم بقصيدة هي أكبر من أختها وأفظع من أختها. جعل يقول: توكلنا على رب السماء وسلمنا لأسباب القضاء، ووطنا على غير الليالي نفوسا سامحت بعد الإباء، وأفنية الملوك محجبات وباب الله مبذول الفناء. يعرض بالخليفة، يقول: تحجبني وتمنعني باب الله ليس له حاجب، وأفنية الملوك محجبات وباب الله مبذول الفناء، فما أرجو سواه لكشف ضري، ولم أسبق إلى حسن العزاء، توقى الناس يا ابن أبي وأمي فهم تبع المخافة والرجاء، ولا يغررك من وغد إخاء. هو الآن محترق مما فعل به أولئك الأصدقاء إذ خانوه ووشوا به. توقى الناس يا ابن أبي وأمي فهم تبع المخافة والرجاء، ولا يغررك من وغد إخاء، لأمر ما غدا حسن الإخاء، ألم ترى مظهرين علي غشا وهم بالأمس إخوان الصفاء، أبت أخطارهم أن ينصروني بمال أو بجاه أو برائي، وخافوا أن يقال لهم خذلتم صديقا فادعوا قدم الجفاء. ثم شرع في هجائهم، فظاهرت الروافض والنصارى وأهل الاعتزال على هجائي، فبختيشوع يشهد لابن عمرو وعزون لهارون المرائي، وما الجذماء بنت أبي سمير بجذماء اللسان عن الخناء، إذا سميتهم للناس قالوا أولئك شر من تحت السماء، عليهم لعنة الله ابتداء وعودا في الصباح وفي المساء، إذا ما عد مثلهم رجالا فما فضل الرجال على النساء. فلما خرجت القصيدة بلغت المتوكل فضحك منها ضحكا شديدا، وهم بإطلاقه لولا أنهم خادعوه حتى أبقوه في السجن، ثم احتالوا على المتوكل حتى أمر بصلبه عاريا ليس عليه من الثياب شيء، وظنوا أن هذه هي القاصمة. لكن هذه المرة جاءت القصيدة من فوق خشبة الصلب، وجاءت الكبرياء من فوق خشبة الصلب، وجعل يقول وهو مصلوب: لم ينصبوا بالشاذياخ حيث صلب، عشية الاثنين مغمورا ولا مجهولا، صلبوا بحمد الله ملء عيونهم حسنا،
وملأ قلوبهم تبجيلا، هل كان إلا الليث فارق غيله فرأيته في محمل محمولة. وما كان يقول من قبل إنه في السجن كالأسد في العرين، الآن خرج الأسد من عرينه. هل كان إلا الليث فارق غيله فرأيته في محمل محمولة، لن تسلبوه وإن سلبتم كل ما خولتموه وسامة وقبولا. هل تملكون لدينه وبيانه أو عقله ولسانه تبديلا، كادت تكون مصيبة لو أنكم أوضحتم جرما عليه جليلا. إن تحبسوه فليس يحبس سائر من شعره، يدع العزيز ذليلا. أو تسلبوه المال يحزن فقده ضيفا ألما وطارقا ونزيلا، ما ضره أن بز عنه لباسه. يقول ما ضره أنه عري وصار عاليا، فالسيف أهول ما يرى مسلولا، السيف أكثر ما يخيف إذا جرد من غمده. ثم قال ولتعلمن إذا القلوب تكشفت عنها الأكنة من أضل سبيلا. وهكذا ما استطاعوا أن يفعلوا به شيئا. ولما نزل من خشبة الصلب بعد ذلك كره أن يعود مرة أخرى إلى مجلس المتوكل الذي أصابه فيه ما أصابه، وآثر أن يخرج وأن يغادر في الثغور، فمشى إلى هناك. وإذ هو في الثغور قتل المتوكل، فغلبه ما كان في قلبه من حب المتوكل، فرثاه رثاء جميلا جدا، وسارية ترتاد أرضا تجودها، شغلت بها عينا قليلا هجودها، أتتنا بها ريح الصبا فكأنها فتاة يزجيها أو تزجيها عجوز تقودها. شبه المتوكل أنه سحابة مرت على بغداد وأمطرت، في قصيدة طويلة قال في آخرها: فيا ناصر الإسلام غرك عصبة زنادقة قد كنت عنك أذودها، فلما نأى الدار ومال بك الهوى إليها ولم يسكن إليك رشيدها، أشاع وزير السوء عنك مقابحا يشيد بها في كل أرض مشيدها، فطل دم ما طل في الأرض مثله، وكانت أمور ليس مثلي يعيدها. فكان هذا منه وفاء للمتوكل بالرغم ما أصابه منه. وهو في الثغور أصابته جراحة في بعض المعارك والغزوات، فجعل يقول وهو ينزف: يا إخوتي في دجيل وأين مني دجيل، أسال بالصمح سيل أم طال في الليل ليل، يا إخوتي في دجيل وأين مني دجيل. ثم مات، ووجدوا في ثيابه إذ مات رقعة فيها أبيات عجيبة في الحزن والفراق، يقول فيها: ورحمة للغريب في البلد النازح، ماذا بنفسه صنع فارق أحبابه، فما انتفعوا بالعيش من بعده ولا انتفع، كان عزيزا قرب دارهم فلما أن تباعدوا خشع، يقول في نأيه وغربته: عدل من الله كل ما صنع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.